فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا رسول الله قد أذنوا لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد سلام الله عليها فما كانت النساء أكم وكذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني فسمرت فؤادي فقال يا أمة وإني شفتك راحية طيبة كأن راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت لك يا نائمة بتاعت هذا الكساء فقال الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله فقال له لنكتب ما حكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فداخل معهما الحسين تحت الكساء قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة أبي الحسن علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا قال
هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني برسالة نجي مزكرا خبر هذا في النحف المحافلة عن الأرض في مشكة لا وما في الدين إلا ما نزد من الرحمة وحفظ من الآئلة واستغفرت لهم لا يتفرقوا والله صلى الله عليه وسلم. فقال علي عليه السلام وإذا ما الله يفضل سعيدنا كذلك شيئتنا فاضل فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تراكم وتناصروا تكسروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسيف. وقال ايضا النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله قبلت النكاح على موكلي هذا على المهر المعين المعلوم. أنفقت موكلتي موكلك على المهر المعين المعلوم. قبلت النكاح على موكلي هذا على المهر المعين المعلوم. أنفقت موكلتي موكلك على المهر المعين المعلوم. قبلت النكاح على موكلي هذا على المهر المعين المعلوم. أنفقت موكلتي موكلك قبلت التزويج لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. أنفقت وزوجت موكلتي بموكلك على المهر المعين المحسوس. قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على المهر المعين المحسوس. زوجت وأنفقت موكلتي بموكلك على المهر المعين قبلت التزويج والنكاح لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. أنفقت موكلتي بموكلك على المهر المعين المذكور. قبلت النكاح لموكلي هذا على المهر المعين المذكور. زوجت وأنفقت موكلتي بموكلك على المهر المعين المعلوم. قبلت التزويج والنكاح لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مبارک چاند رکھ تمہیں دے دیا تمہیں آج سے